في ختام جولة له في كركوك قال وزير الداخلية قاسم العرجي أن الأوضاع في المحافظة هادية وأن الاتصال مع أربيل قائم ولم ينقطع، مشددا أن الملف الأمني تديرها شرطة كركوك وتساندها قوات أخرى، معلنا أن المطلوب الوحيد لدى القوات الأمنية هم مسلحو داعش. محافظة كركوك محافظة التعايش الأخوي ما بين جميع المكونات، بل هي العراق المصغر. وجدنا الحياة الطبيعية وحركة الأسواق وتجوال المواطنين، والتقينا بالحكومة المحلية وقيادة شرطة المحافظة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية أكد ممثلون عن الكرد والتركمان على ضرورة التعايش، معلنين عن قرب تعيين رئيس جديد لمجلس المحافظة، كما سيتم انتخاب محافظ جديد من قائمة التأهيل الكردية. فيما أكد محافظ كركوك وكالة أنه يعمل لخدمة جميع مكونات المحافظة، كاشفا عن عودة الخدمات والدوائر الحكومية لعملها الطبيعي حتى في قضايا الحويجة المحرر حديثا من سيطرة داعش. هناك 40% من مساحة كركوك كانت تحت إرهاب داعش، حررت بأسرع عملية وبأنظف عملية ولم تشهد انتهاك لحقوق الإنسان. إن عملية عسكرية واسعة، سواء ما جرى في كركوك أو ما جرى في قضاء الحويجة، لم تسجل ولا حالة إزهاق روح واحدة لمدني نتيجة هذه العمليات. أعضاء المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك أعربوا عن رفضهم للمحاولات التي تقوم بها بعض الشخصيات التركمانية من أجل حل مجلس المحافظة، كما طالبوا نواب كركوك بإيقاف هذه المحاولات التي ستضعف التركمان. عند حل مجلس محافظة كركوك سيكون المكون التركماني خارج العملية السياسية وعلى كافة الأصعدة التشريعية والتنفيذية والأمنية والرقابية. هذه أولا. ثانيا، وحسب واقع الحال الموجود الآن، سيكون المكون العربي محتفظ بموقعه كمحافظة الأستاذ راكان سعيد، وكذلك الإخوة الكرد سيحتفظون على المواقع التي كان يديرونها من مدراء دوائر وبقية المناصب. التصريحات المختلفة لجميع الأطراف تشير إلى وجود إجماع من أجل إعادة الحياة للمحافظة عبر تغييرات عدة في المناصب الإدارية. سوران الداودي، الحرة، كركوك.